الحر ده؟ انتي على طول متضايقه، عمرك ما بتبقي مبسوطه. مساء الخير. اهلا وسهلا. عايزين نسال على الدايفنج كورسز اللي عنده. بالنسبه لحضراتكم الصغيرين؟ لا الصغيرين. لا لا انا لا. اوكي هي لا. جربوا قبل كده؟ ابني جرب في مرسى علم اظن من سنتين صح؟ لا سنة؟ ثلاثة. طيب احنا نملى الفورمز دي ونشوف. تحبوا تبتدوا امتى؟ صلاح رايك ايه؟ من بكره الصبح على طول. اوكي. انتوا محتاجين تشونيز الصيف ده؟ في الحقيقه الموضوع ده مش معايا، مع اخويا الكبير سيف، هو زمانه جاي يعني، عقبال ما نملى الفورمز هتلاقوه جاي. وانا مش قلت مليون مره؟ اه هو ده. سيف، المدام بتسال على ترينيز وعايزين يحجزوا كورس البيجنرز، انا هطلع اشوف سمارة. تعالى بقى. مساء الخير. مساء النور. انا شايفاكي قبل كده من يومين في الحفله صح؟ انتي اهاله. اه انتي جايه هنا ليه؟ جايه تختصي؟ لا اهاله مراتي. طيب المهم احنا جايين كنا بنسال على الدايفنج كورسز اللي عندكم، وبعدين عرفنا ان انتوا كمان عايزين ترينيز. مش بالظبط، احنا محتاجين حد يشتغل، الشغل الصيد ده تقيل قوي. انا ممكن اساعد، في طلوع على المركب صح؟ داخل سخن انت. في طلوع على المركب بس مش في الاول، يعني محتاج تتمرن شويه الاول عشان ما تغلوش على الناس اللي في المركب. بتعرف تعوم؟ اه بعرف. لا مش قوي. طيب احنا ممكن نجربك يومين. تمام؟ طيب هنفكر وبعدين نرجع لكم. عمر هتفكر في ايه؟ المكان عارفينه وشكله كويس، وبعدين اول مره احس ان صلاح متحمس لحاجه. طيب ماشي نجرب يومين بس. حلو قوي. شوف بقى بطل البدل اللي هناك دي، عاوزك تاخدها بره الحصن. يلا همك. وانت بقى اسمك ايه؟ روتي. هنا. هنا ايه العلاوه دي؟ سيف انا لازم امشي. ليه مش فاضلك ساعه شفت؟ لا ما رحاب عايزه تروح بدري فلازم اروح. تطمنيني لما توصلي. فرصة سعيدة. مش مرتاح يا مها ان احنا سيبنا صلاح، والعيال دي شكلها مش تمام. بص لو على اول واحد اوكي موافقك، بس سيف شكله ديسنت، وبعدين حسيت ان صلاح ارتاح له. مش عارف. ما تقلقش كله هيبقى كويس. انت بقى اللي هتجيب صلاح، لاني معزومة عند دولة مع ماما. لا معزومة ايه؟ انا لازم انزل اتمشى في البلد. اشمعنى المرة دي؟ مش فاهم. بعمل ريسيرش عشان الرواية، مش قلت لك الرواية عن الغردقة؟ انا ممكن انزل اجيبه على فكرة. احلى بنت في البحر الاحمر كله. اكشلي في مصر كلها. ايه التواضع ده؟ ما تقولي في الوطن العربي. بعتيلي مسج قولي انكم وصلتوا. اوكي والتاكسي. ثانك يو. اوبا اوبا اوبا. باي باي. لما شفتها تاني في السنتر كنت ابتديت افهم حاجه. انا محتاج هاله بغض النظر عن كل الظروف. لو ما عرفتش قصتنا هتروح فين مفيش حاجه اعرف احكيها، وانا لو ما حكيتش اموت. كم فرد؟ انا بس. شكلك كده مش جاي تاكل صح؟ باين عليا مش جعان. طيب اشرب حاجة. على فكرة أنا هخلص شفت الساعة 5. أقول لك هرجع بعد شوية. لا أتمشى شوية وبعدين أعدي. لا لسه شوية. تقلقش مش هعطلك. تحت أمرك. ممكن جول. طب يا ماما تحكي لها كمان خالته عملت ايه في الفرح. ايوه يا نانا بليز. وانا راسي كانت في الفرح ده، انا من اول الفرح لاخر وانا قاعده بعيط، لدرجه ان انا جالي هبوط في الدوره الدمويه فكانوا هينقلوني المستشفى. ايه ما اللي انت بتقوليه لها ده؟ على فكره كنت مبسوطه جدا وبتتنططي من الفرح. يعني انت كنت متضايقه ان ماما هتتجوز بابي؟ ليلى
هتعملوا ايه النهارده؟ عايزه تروحي البحر؟ مامي وقتها كان عندها 21 سنه وكانت لسه في الجامعه وكل الولاد كانوا عينهم عليها، اونكل نديم وانكل طارق. طارق فكري صاحب اندوشين؟ واو واو، كلمهولي كتبناك يا روحي. بس مامي كانت بتحب عمر من وهي في اولى جامعه، غرام يعني زي الافلام كده. شفتي الاستاذ الخليل؟ شبهه بالظبط. ما انت كمان بتحبي عبد الحليم يعني؟ احبه اه، لكن اتجوزه لا. انت الافلام كانت دماغك مش جايباه من بره. اهم حاجه كاريرك يا لولا. الحب لذيذ بس الجواز والكارير دول حاجات تانية خالص، والجواز يحكم فيه عقلك مش قلبك. كفايه كده، قوم البسها عشان رايحين البحر. في ايه يا عمر؟ هو انا مش بتكلم معاها؟ احكي لها الكلام ده مره تانية ان شاء الله. صلاح تعالى رايحين البحر، قوم البسها. ملوش اي لزوم اللي انت بتقوليه ده. ليه وانا قلت ايه يعني؟ هو انا معرفش اتكلم مع حفيدتي؟ هو انت كمان مش حاسه انت بتقولي ايه؟ بجد حرام عليكي. ميرسي، خليها تربي. من فضلك تاكد ان الولد لبسه. اوكي. هنا هنا صندوح. مش عايز تقوم تجيب لاخواتك حاجه يشربوها؟ لما اخلص. لما تقوم تعمل كده وبعدين ترجع تخلص. ماشي. اجيب لك ايه؟ انا ولا حاجه، لو لقيت لي ساندوتش هاتي. انا هطلع عصير الليمون بتاعها، شوف ليلى عايزه ايه، وانت دلع نفسك. كان بقالي سنين ما حسيتش باللهفه دي، كنتش على بعضي، مش دريان من اللي حواليا، كل اللي على بالي هي وبس. هتبعت لي ايه دلوقتي؟ طب هي فين؟ مع مين؟ بتعمل ايه وهي بتكلمني؟ كنت في حاله غريبه مسيطره عليا تماما. ما كنتش ببطل كلام معاها، وابقى كداب لو قلت اني ما كنتش مبسوط.